المستقبل بنوعي الكابتن ابراهيم عبد الصمد مدير قطاع الناشئين بنادي النجوم. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن ابراهيم عبد الصمد. كابتن ابراهيم دايما بتاع الفل يا حبيبي، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ بنهنئك الاول الجميل ده، ودايما كده دوام التوفيق ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. بنعز حضرتك طبعا كل اسر قطاع الناشئين في نادي النجوم المستقبل، والاستاذ محمد الطويله على وفاه محمد سعيد جمال الشهير بغزال. غزال الله حياتك الباقي يا حبيبي، ربنا يكرمك يا حبيبي. الموضوع هو ماشي من نادي سليم 100%، حاسس بشويه صداع كده، فقال انا هروح اروح. فتعب في البيت، تعب في البيت، فكلمنا والده قال تعبان، قالوا انقله المستشفى. اتنقل المستشفى، والاستاذ محمد الحقيقه عمل اللازم، وبعت له النفقات يعني اللي بيصرفها في المستشفى يعني. في المستشفى ثبت ان عنده نقص في الصفائح الدمويه هي اللي ادت للتعب. قعدت المستشفى حوالي يومين ثلاثه يعني وفاته المنيه. انا بضم صوت لصوتك يا كابتن ابراهيم، ان لازم من قبل اتحاد الكوره لازم يبقى في تحليل طبي شامل لكل قطاعات الناشئين وكل اللعيبه الصغيره في مصر، ما يبقاش الاهتمام الطبي باللعيب بتاع الفريق الاول بس. انا يعني دي نقطه مهمه في فتره بدايه الموسم، لازم يبقى في يعني كشف طبي كامل على كل الولاد الصغيره داخل القطاع. ممكن يبقى في ولد عنده مشكله صحيه بنتداركها من الاول، او ممكن يعني ما يكملش في الكوره بسببها، فلازم يكون الامر معروف. بالظبط كده، انت عندك حق، وانا بضم صوتك، بس برضه عشان تبقى عارف يعني عندنا دكاتره متخصصين بيكشفوا على بيكشفوا على الولاد قبل ما ينضموا للنادي. الموضوع الصفائح الدمويه دي بقى يعني دي بتاعت ربنا بقى، مالناش دخل فيها. الموضوع يعني مستخبي عن اهلهم وعننا يعني. دي بتاعت ربنا بقى، دي اقدار يعني. ربنا طبعا يصبر اهله. وحضرتك معانا كابتن، طمنا بقى على قطاع الناشئين في نادي النجوم. والله الحقيقه نادي النجوم بيضم مجموعه متميزه جدا 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 من الفرق، كلهم يعني في الاعمار المختلفه، ونادي النجوم غير النوادي الثانيه على فكره. يعني انا لما اشتغلت معاهم الناس بيفكروا تفكير الناس المحترفه يعني، ولا بتهمهم النتائج، ولا بتهمهم الكلام اللي بيهم النوادي ده. اللي يهمهم ان احنا لعيبه سلوكيا وفنيا ممتازين يقدروا ينضموا للفريق الاول، ونقدر ندعم بيهم المنتخبات المختلفه يعني. فالتفكير عندهم تفكير احترافي جميل، وانا عجبني الحقيقه يعني تفكير الاستاذ محمد الطويله وولاده الكابتن شادي والكابتن مهاب. الحقيقه تفكير مش موجود في معظم النوادي، حته النتائج في قطاع الناشئين دي لا تهمهم، وبالتالي ولا في عندنا النظام المتبع في اغلب النوادي دلوقتي، التزوير والتسنين والكلام ده ملغي عندنا تماما، لان كل اللي يهمنا ان الولاد يبقوا مهاريا كويسين، سلوكيا كويسين، يقدروا ينضموا للفريق. والدليل على كده ان 17 واحد من الفريق الاول، 17 واحد من الفريق الاول من قطاع الناشئين، ودي نادر بتلاقيها في اي. خلي بالك دي اللي اصر عليها الاستاذ محمد الطويله من بدايه الموسم، ان هو مؤمن بالتجربه اللي هو بيعملها. طبعا، وهو لو عمل غير كده يبقى التجربه اللي ماشي فيها بقاله 15 سنه بتفشل. يعني اعتماد كلي على الولاد اللي طالعين من قطاع الناشئين، يا دوبك بيدعم قليلين جدا في الفريق الاول يعني. مراكز مختلفه اللي النادي قطاع الناشئين ما بيدعموش بيها يعني. فالحقيقه تفكير جميل، اتمنى ان يعني بقيه النوادي تاخدوا الحزب دوت كده، هنطلع للمنتخبات بالذات، ان النوادي لما بتعتمد على المسننين وعلى وعلى المزورين، فالتالي لما بنيجي نختار المنتخبات الناشئين ونختارهم ونعمل الكشف الطبي عليهم وكشف الاشعه، بيطلعوا ان هم كبار السن وما يقدروش يدعموا المنتخبات، وبالتالي الصوت قطع. طب معانا عشان الصوت قطع كابتن ابراهيم عبد الصمد.